طبعا في هذه المنطقة كان يوجد ثلاثة مقابر إسلامية، أهمها مقبرة باب الفخارين. حاليا متواجدين نحن في هذه المقبرة ونقوم بعمليات الكشف الأسري والدراسة الأسرية. في مدينة غرناطة ما يقارب من 80 مقابر، أهمها طبعا مقبرة سهل بن مالك، وإضافة إلى مقبرة باب الفخارين. وبالقرب من مقبرة باب الفخارين يوجد مقبرة الغرباء، نسبة إلى السكان أو اللاجئين الذين قدموا من مدن وقرى وقعت تحت سيطرة القشتاليين، ومقبرة العساليين. من خلال عمليات التنقيب تم الكشف على ثلاث طبقات متراكمة.